مشهوش بزاف. انا فنانة دنيا باطمة من عائلة فنية عريقة، المخير فيكم تعرفها، تخرجوا لأوروبا تعرفوها، تجيوا للخارج تعرفوها. دونك قبل ما تقولوا باطمة تشلوا هذا الفم كامل بالسلسل تراعدوا عاد باش تقولوا دنيا باطمة. اوكي، حيت المخير هنا في الخارج ولا غيره ملي كينطق ويعيرك انت وانتي يا المغرب، كتكون دنيا باطمة هي اللي واقفة عليه عظم. دنيا باطمة السي وألالة هي اللي وقفات مع ملوك، اللي كان وجهها بوجه ملوك وقابلت ملوك وتوجت مع ملوك وركات مع ملوك وغنات الملوك. عرفت شكون هي دنيا باطمة؟ أنا وريتها لكم. دونك مبقاش تبردوا على راسكم دوك جوج كلمات وما عرفت شناهو. السلام عليكم إخواني المشاهدين، هذا أخوكم السيمو يعود إليكم من جديد. لأول مرة كيشوف هذه الحلقة ولأول مرة كيشوف هذه القناة، ما عليكم غي ديروا اشتراك بالقناة وتضغطوا على ذاك الزر ديال الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. المهم نخليكم مع فاصل إشهاري ثم نعود بعد قليل. كنوجه تحية لصاحب الحساب ديال حمزه مومبيبي وكنقول لك استمر في هذا الشيء، وشكرا حمزه مومبيبي حيت درتي ليهم نوضتي ليهم الشيء بالزرق. على كيما قلت لك خليج والمغرب، ولكن ما عندي دواء سخا نقيح نخلع بالدروس ضربوا الجار. وعلى فكره اغبى واغبى عصابه في العالم هي هذه اللي عندها في المغرب، كيزيدوا يغرقوا راسهم وكيزيدوا تيبينوا ريوسهم انه فعلا مال الحساب. ارتيه العزاء في كاس كبير، ارتيه العزاء في كاس كبير، اخواني اخواتي. من بعد الفاصل الاشهاري اللي شفتوه، المهم غادي اليوم نطرقوا في واحد الموضوع اللي عاجل، وغادي نهضروا في واحد الموضوع اللي مهم 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 جدا. شكون اللي وراء المغنية المشهورة؟ شكون اللي كيحمي المغنية المشهورة؟ كلشي هادشي غادي يكون في هاد الحلقة، وغادي يكون كلشي بين قوسين، وغادي تصدموا نتوما كمغاربة. مهم تحية للمغاربة كاملين من طنجة حتى للقويرة، وما نساوش اخوتنا الجزائريين تونس مصر الدول العربية كاملة. المهم خوتي ندخلوا ديريكت في الموضوع. اليوم موضوعنا على واحد الانسان اللي مانيش عارف واش هو بغى يكون فوق القانون ولا بغى يرد راسه هو فوق القانون. بالنسبه لي انايا يعني داكشي اللي شفتو وداكشي اللي شفت عيني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انه هذا الانسان بحال اللي بغى يكون فوق القانون. شكون الانسان اللي غادي ندخلوا عليه في هذا الموضوع ديالنا اليوم؟ هو يوسف الهدنه، واحد الانسان اللي قاطن بمدينه مراكش، واللي كما نقولوا واش غادي نقول الدعاره الراقيه، راكم عارفين اخوتي يعني الدعاره الراقيه. واش غادي نقول لكم؟ عنده ابارطومونات، عنده ديور، عنده واش نقول لكم اخر، عنده اربعه نتاع لي ديسكوتيك، اربعه ديال لي ديسكوتيك اخوتي. واحد مهم كان سميتو مانهاتان، واحد كان سميتو المهم بلا ما نبقى نسميهم. المهم عنده اربعه نتاع لي ديسكوتيك اخوتي. وهذا الانسان هذا باش واحد فرشاتو واحد القناه، ايطاليه جات كيما نقولوا لمراكش، اللي بحال هاد الامثال ديال هاد الناس هما اللي خسروا مدينه مراكش. اما مدينه مراكش عريقه والحمد لله فيها ناس طيبين وفيها وناس طيبين، يعني الناس اللي كيجيو برانيين هما اللي كيخسروا بحال هاد. المهم هما اللي كيخسروا هاد الشيء هذا وكيردوا فيها الدعاره وكيردوا فيها بزاف. المهم موضوعنا هو ان شكون اللي كيحمي المغنية المشهورة. اللي كيحمي المغنية المشهورة هو ذاك يوسف الهدنة الهرقمة. المهم كملوا من عندكم، هو اللي كي يحمي هذيك الإنسانة، مع العلم أنه هو صديق للدنيا باطمة وصديق للزوج ديالها. المهم ندخلوا في الموضوع ديريكت، أن ذاك الإنسان أخوتي أنه كيستعمل الدعارة الراقية، كيجيب بنات عندهم 16 عام 17 عام 15 عام 13 عام حتى 10 سنين، كيجي وكيقدمهم للناس مانيش عارف الخليجيين الاوروبيين
للقور المهم كيدير هذا الخدمة. يعني شوف ولادنا وشوف فين كيمشيو وشنو كيدير لهم هذا الانسان هذا اللي لا حول ولا قوه الا باش غادي نوصفوا هذا الانسان وشنو حوتاله. لا كاين شي حاجه قل من الحوتاله وسمحوا لي يعني يتاجر في القواده سمحوا لي على هذا الكلام هذا يعني هذا المهم حاشاكم قوات يعني هذا الانسان هذا كيقود عباد الله يعني كانت عنده الابارتومات يعني بغى يدير دوك لي زابارتومو كاملين الدعاره مع العلم ان واحد الابارتومو كانوا ساكنين فيها اجانب وبغى يخرجهم واي واحد كيجي يهضر معاه يقول له واش هذا الشيء ولا كذا كيقول له روح جري طوالك اللي في يدك ديرو واي حاجه قديت عليها ديرو يعني كون كوا كيبغي يكون فوق القانون اخوتي كيبغي يكون فوق القانون يعني هذا الشيء راه فوق القانون يعني يا اخوتي واش غادي نقول لك. المهم جات واحد القناه صحفيه يعني ايطاليه المهم واحد الصحافه داروا راسهم بانهم خصهم زبائن يعني خصهم زبائن باش يخرجوا معاهم وداروا واحد معاهم واحد الروبورتاج قالوا له انه يعني كما نقولوا بهذا المعنى هذا خصهم بنات صغار. المهم هو كيتاجر بجميع انواع الدعاره جميع انواع الدعاره الراقيه كيتاجر فيها باش جاو هاد الفلوس باش جاتو هاد الغرق ديال الفلوس باش لهاد الاخر بهاد يعني بهاد الشيء ديال الدعاره الراقيه. المهم مين جات عنده اخوتي ديك الصحافه وجات عنده ديك القناه الايطاليه داروا يعني كيما نقولوا داروا واحد الويب كام كاميرا مخفيه كاميرا خفيه جاو عنده قالوا له اننا رخصنا يعني خصنا زبائن وبقوي المهم كيما نقولوا بقوي يلمحوا له قال لهم هو يعني كاين اطفال كاين صغار كاين كبار كاين بزاف ديال الصوالح ايوا شوفوا ولادنا فرهم شي يعني هذاك الشيء بسيف عليهم يعني كيما نقولوا اخوتي هاد الشيء هذا يعني بالفلوس يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يعني الناس كتمشي تاجر وهذوك الناس اللي كيتاجروا في هاد الشيء وهذوك الناس اللي يعني بديو بلا خاطرهم كيمشيو يخرجوا مع دوك الاجانب يعني ضروري كيخصهم الفلوس اما ياكلوا ولا ياكلوا والديهم ولا ياكلوا مواتهم ولا كيما نقولوا ياكل مانيش عارف يعني محتاجين الفلوس والديهم مرض عاد كيخرجوا بلا خاطرهم. يعني هاد الصحافه الايطاليه يعني كيما نقولوا درت معاه استجواب ماشي استجواب يعني كاميرا خفيه فضحاته ومشات مع العلم مشات لايطاليا ونشرت هذاك الفيديو ونشراته يعني السلطات المغربيه شافت هذاك الشيء يعني واستدعاته ويعني بقى في المحاكم ومين بقى في المحاكم اخوتي يعني تحكم بواحد المده هي اللي سنه ونص ومشى يعني حكمت عليه المحكمه بسنه ونص من بعد ما حكمت عليه المحكمه بسنه ونص يعني داز الاستئناف من فات الاستئناف كما نقولوا يعني بقاو كما نقولوا مداوله والانسان انا بغيت غير نعرف واحد الحاجه اللي تحكم بعام ونص يعني علاش تحكم عام ونص يعني تحكم بعام ونص من طرف ديك يعني مين شافوا داك الفيديو ومين جات ديك الصحافه وديك الالكترونيه نتاع ايطاليا جات هنا لبلاد مراكش ودارت معاه داك الروبورتاج وكما نقولوا بلا ما يعرف هو وكان خص يعني داروا راسهم كانوا خصهم زبائن خصهم اطفال ولا خصهم مهم برجال كبار ولا بنات ولا مهم وما لمحوا له يعني كما نقولوا بغاو يقولوا له يعني كاين بنات صغار بنات كبار يعني 16 17 مهم لمحوا له وهو قال لهم اي حاجه راها كاينه يعني طاغي كما نقولوا اي حاجه راها كاينه ودار معاهم الاخر وفتالي اخوتي مشاو شدوا داك لا فيديو ونشروه في ايطاليا باش تعرفوا شوفوا ولادنا وشوفوا البلاد ديالنا الحمد لله الله يخليها لنا وما بغيناش حنا يكونوا فيها الفتنه ولكن ما بغيناش يكونوا فيها بحال هاد الناس اللي يديروا هكا واللي يضيعوا البلاد. واش كاين اخوتي واش غادي نقول لكم هنا الاطفال او اياك واخا غير تشوف فيه ولا تقيس فيه ولا دير فيه هكذا راك مشيت فيها يعني ما نكذبش مشيت فيها يعني لواحد الدرجه ما تصورش ولكن هما مشاو لواحد الجهه في مدينه مراكش وداروا هذا الشيء هو اللي راه داير هذا الشيء هذا الهدنه هذا هو اللي راه داير هذا الشيء والمغنيه المشهوره هي اللي راها كما نقولوا
هي اللي راها متعنية به وهو اللي راه كيحميها. هو صديق دنيا، هو صديق سكينة غلامور، صديق عائشة عياش، صديق كاع دوك الناس. يعني علاش سكينة غلامور كانت تخرج وكانت تهضر وتقول وكانت تعنى ودير ودير. المهم حنا ما نشقاش، ما نبقاوش نهضروا الاخر، ما نشقاش. يعني راكم عارفين شكون هي سكينة غلامور، وراكم عارفين علاش سموها سكينة غلامور. المهم كتهضر في واحد الهضور اللي مهم، دعارة الراقية هكذا، يعني كتبين داك الشيء، كل شيء في اللايف، كل شيء كتبينه في الكاميرا. كبرت المؤخرة ديالها بينتها، كبرت دوك الشلاقم ديال الجمل بينتهم. مهم اي حاجة. المهم موضوعنا هو يوسف الهدنة. هاد يوسف الهدنة هو اللي اكبر كما نقولوا من تجار كما نقولوا السياحة الجنسية، وكيتاجر في هذا الشيء ديال الدعارة الراقية. مع العلم عنده أبارتومويات، عنده ديور، عنده لي ديسكوتيك، عنده بزاف ديال الصوالح، واي حاجة كيجيبها لهاد الأجانب، منهم الخليج، منهم أوروبا، منهم قور، منهم مهم جميع الدول. يعني هاد السيد هذا هو اللي وراء هاد الشيء هذا كامل، هو اللي كتعنى به أختنا المغنية المشهورة، وكانوا يتعنوا به عائشة عياش. مهم راكم تعرفوا شكون هي عائشة عياش، راكم تعرفوا شكون هي سكينة غلامور، راكم تعرفوا كاع هاد الناس هادو اللي هما كانوا يتاجروا في الدعارة الراقية. المهم يعني كما قلت راكم شفتوا المغنية المشهورة كانت تقول لك انايا كما نقولوا تزوجت بملوك، كنغني الملوك، عاونت ملوك، تزوج يعني تزوجت بملوك، اي حاجه. يعني بغات تقول كما كتقول هي، قالت لكم الا بغيتوا تهضروا على لالهم يعني خصكم تشلوا فمكم بالعسل، بالسمن والعسل، تشلوا فمنا بالسمن والعسل. وهذا السيد هو اللي وراء هذا الشيء كامل، وهو اللي كي كما نقولوا هو اللي كيحميها، وبغى يكون فوق القانون، وبغى يكون يعني شي حاجه اللي فوق القانون اخوتي. يعني باش تشوفوا ان البلاد ديالنا اللي زينه وبغاو يضيعوها، باش تشوفوا ولادنا واش راهم هادوك راهم مسميهم بحال ابناء ديالنا والولاد ديالنا، يعني فين كيمشيو وشنو كيديروا لهم، واش تا كيديروا لهم. هادشي خصو حد، يعني هادشي خصو حد، يعني باش تعرفوا واش هما كيعرفوا مسؤولين كبار، واش مغطين، واش هما كيعرفوا مسؤولين كبار وكيقولوا حنا ما غادي يصرى لنا والو، يعني نديروا اللي نديروا وغادي في التالي، يعني حنا ما كان حنا كنعرفوا هاد المسؤولين الكبار هما اللي غادي يغطيو علينا، هما اللي غادي يرميو الملفات ديالنا. واحد اللي مظلوم مسكين، راكم شفتوا بكري كانوا يبيعوا غير ليسونس في الزنقه، ولا يبيع داير الديطاي، ولا يبيع النعناع، ولا يبيع القزبر، ولا يبيع الخضره، كيجيو كيجريو عليه وكيجيو كيحيدوه من تما. ولكن حنا الحمد لله عندنا السلطات المغربيه كدير المجهودات ديالها، وحنا كنتعزوا بالسلطات المغربيه وكنتعزوا بها. ولكن بحال هاد الناس هادو ما خصهمش يبقاو ولا شيء فوق القانون. هادشي اللي كاين كما هنا كما هيك في المهم كاين واحد الدار الاخره عند الله سبحانه وتعالى. ولكن حنا بغينا نعرفوا هاد الناس هادو شكون اللي وراءهم. يعني حنا بغينا هاد الناس هادو ما يبقاوش، لان واش عباد الله كيجيبوا ناس وكيجيبوا يجيبوا اطفال ويجيبوا صغار باش يديروا بهم الدعاره، باش يعني الناس تشوف فين وصلت العقليه ديالهم، انها كيبغي بنت عندها 15 عام، بنت عندها 16 عام، بنت عندها 14 عام، بنت عندها 10 عاد، يعني في الاخر في الطفوله ديال، يعني كي بغيتو يخرجوا هاد الناس، كي بغيتو يخرجوا هاد الاطفال، يعني ما حد 13 عام دارت داك الشيء، يعني راه غادي تخرج ما نعرف، غادي تخرج يركبها الاكتئاب، ما غاديش تنسى دوك الصوالح صافي. يعني واحد مارس عليها اجنبي ولا خليجي ولا كذا، هاد الشيء خصو حد، لان هذاك الانسان هو اللي كيحمي هذيك الانسانه، ديك المغنيه المشهوره. يعني وهي كتعنى كتقول لك اودي انا غنيت الملوك، وانا درت الملوك، انا غنيت الملوك، وانا بنت ملوك،
تزوجنا مولوك، يعني كون كوا بحال اللي نقولوا كتعنب هذاك الشيء هذاك وطاغيه وما بغاتش يعني كما نقولوا تهدد وشوهت راسها وشوهت عباد الله وشوهوا لنا المغرب ديالنا، ولينا نحشم اخوتي. يعني شوفوا اخبارنا فين راها كتوصل وشوفوا هاد الصوالح فين كيوصلوا، والله القسم العلي العظيم الى ولينا نحشموا اخوتي، لان هاد الشيء كثير وهاد الشيء بزاف. فين تمشي كيقول لك اودي يعني بنادم كيمشي لمراكش وكيتلاقى بحال هاد الاصناف هادو، كيجيبوا له جميع انواع الدعاره، بنت صغيره كبيره ولد راجل اي حاجه كيجيبوها له مقابل واحد المبلغ مادي اللي صغير وصغير بزاف، مع العلم انه هو عنده ثروات، عنده لي ديسكوتيك، عنده بيران، عنده كيما نقولوا عنده ديور، عنده شقق مفروشه، ومع العلم انه كيكري شقق مفروشه، كيكري شقق مفروشه وكيدير السماسريه، يعني كيلمحوا الزبون ديالو، كيقول هيا كيما نقولوا هيا هاد الشقه المفروشه الا بغيت شي حاجه، راه كاين انواع البنات وانواع الدراري والبنات اللي بغيت راهم كاين، هما كيتحلوا. مع ذلك جات ديك الصحافه نتاع ايطاليا ودارت معاه واحد الكاميرا خفيه وداك الشيء اللي كان، وبينوا يعني بين لهم كل شيء، مشاو نشروا داك الفيديو. مع ذلك هو مي شافت السلطات المغربيه داك الاخر يعني استدعاتو واستدعاوهم وبقى في المحاكم، يعني وحكمت عليه المحكمه بسنه ونص. من بعد ما حكمت عليه المحكمه بسنه ونص دار الاستئناف، بقاو في الاستئناف يعني بقات هكاك مداوله حتى درقوا الملف، والملف مشى وهو راه حر طالق، وليومنا هذا راه حر طالق، وهذا هما اللي كيتعناو بهم اخوتي، وراه حر طالق. هذا الشيء اللي بغينا نعرفه، السيد محكوم عليه بعام ونص وراه مطلق، لان احنا ما نبغيوش على بناتنا وما نبغيوش على ولادنا وما نبغيوش على المغرب ديالنا وما نبغيوش باش يتصاب شي واحد من هذا الشيء هذا، يعني راه حر طالق. يعني كون كوا اخوتي راه الملف درك، وما يعني الملف غير تما بقى مداوله حتى الملف درك ومشى، يعني ونساوه ونساو الناس ونساو المغاربه. المهم هذه هي الحلقه ديالنا ديال اليوم، حلقه انتهت ان شاء الله في حلقه جديده. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتحياتي لكم من طنجه حتى للقويه.